البداية ببارك لجمهور النادي الأهلي العظيم على انطلاق قناة النادي الأهلي في شكلها الجديد. يمكن ملف قناة النادي الأهلي يعني كان وسيظل أحد القضايا المحورية على أجندة مجلس إدارة النادي الأهلي، يمكن كمان انطلاقتها مع شركة لايف خارجة بشكل متميز، وإن شاء الله احنا بنطمح في المزيد. وأنا كواحد بقى من الجمهور يعني بتمنى أن قناة النادي الأهلي تكون داعمة للنادي الأهلي ولجمهوره ولأعضاء جمعيته العمومية، وأن القناة تكون خير تمثيل للنادي الأهلي. وقناة النادي الأهلي يعني احنا بنطمح او بتمنى ان هي بشكلها الجديد، ان هي بعد الاستعدادات وبعد الامكانيات اللي فيها وبعد التطوير اللي فيها، ان هي بعد اطلاقها تقدر تستعيد في وقت قصير قمة المشهد، وان هي يعني ننسي يعني جمهور الرياضة المصرية التلوث الإعلامي اللي حصل خلال الشهور اللي فاتت، وإن شاء الله يعني تكون حاجة انطلاقة تليق باسم النادي الأهلي وأعضاء جمهوره. إحنا أهم حاجة على قناة النادي الأهلي إن هي تكون معبرة عن النادي الأهلي، معبرة عن جمهوره وأعضاء جمعيته العمومية، إن هي تكون داعمة للنادي الأهلي وفرقه الرياضية، وطبعا داعمة لفرقة كرة القدم. ببارك لهم طبعا على القناة وعلى شكلها الجميل بعد إعادة إطلاقها، ويعني موفقين بإذن الله، وإن شاء الله انطلاقها تليق باسم وجمهور النادي الأهلي.